السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، بعد 5 دقائق من الآن سوف نقدم لكم نشرة 8:30 فيها. انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا تتصدر فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، ولكن قبل ذلك أنا وقفة مع أهم الأخبار العالمية والعربية، ابقوا معنا. تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى تسليم السلطة فوراً لحكومة انتقالية مدنية يحميها الجيش، متعهداً بمواصلة الاحتجاجات. المجلس العسكري الانتقالي كان أعلن تأييده لتولي شخصية مستقلة رئاسة حكومة مدنية، ودعا مكونات المجتمع المدني إلى الاتفاق حولها. قوات حكومة الوفاق الوطني تعلن أنها أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات خليفة حفتر جنوب طرابلس، حيث كثفت الأخيرة هجماتها الجوية خلال اليومين الماضيين للسيطرة على العاصمة. المعارك الدائرة منذ 10 أيام خلفت 121 قتيلا وأكثر من 500 جريح وآلاف النازحين. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس و13 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس. في الأثناء نددت الخارجية الفلسطينية باعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، وطالبت بموقف دولي جاد لإيقافها. القوة العراقية تحيد عنصراً من تنظيم الدولة وتعتقل آخر، وتعلن العثور على مخبئين للتنظيم في جبال حمرين. عمليات التمشيط شملت أيضاً محافظة ميسان جنوب العراق ومحيط سامراء شمال بغداد. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يأمر بزيادة بنحو 1,000,000 فرد في عدد الميليشيات المدنية التي تعمل كمكمل للقوات المسلحة. من جهة ثانية، دعا المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة الجيش إلى التخلي عن مادورو. محامية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج تكشف عن أن موكلها مستعد للتعاون مع السلطات السويدية إذا ما طلبت تسلمه، مشيرة إلى أن الأولوية تبقى لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة. سفارة الإكوادور حيث كان أسانج لاجئاً كانت سلمته للشرطة بعد سحب حق اللجوء منها. نسمع عن دايت الكيتو، دايت المائي، دايت الصيام المتقطع. أشخاص مصابين بمرض السكري إذا كانوا عم يعملون بطريقة صحية ما عاد بيعود عندهم ارتفاع مفاجئ بالسكر بالدم. هي تعتمد على تقوية المجموعات المختلفة من العضلات، أفضل بكثير من استخدام أي حزام للحمل. شلون تقدرين تكونين ناجحة في بيتك في نفس الوقت في شغلك؟ هي المؤسس الرئيسي في المجتمع. نعم. فلابد أن تكون امرأة واعية. وصلت للي أبيه، خلاص وصلت المكان اللي أنا أبيه. بديت هني أبحث عن الحلم، أبحث عن العشق منذ الصغر. مستمرين برحلتنا بكل المواضيع اللي تهمك عزيزتي المرأة. تنقلب حياة المريض لحظة سماعه بخبر أنت مصاب بالسرطان، ويبدأ رحلة متعبة وقاسية بين الإنكار والإقرار وبين الخوف والرجاء. في حلقتنا الجاية راح نتكلم عن نوع من أنواع السرطان، وهو سرطان القولون، شنو أسبابه، أعراضه وطرق علاجه والوقاية منه. We'll be right back.
مرحبا بكم في هذه النشرة ونبدأها بأهم العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2019. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي يستقبل سعادة الجنرال قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل غدا فخامة رئيس بوتسوانا لبحث تطوير العلاقات الثنائية. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب ويستقبل عددا من الوفود المشاركة. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يستقبل سعادة وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة في المملكة المتحدة الصديقة. أهلا بكم. ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2019 الذي عقد في الديوان الأميري. وحضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي للأمير نائب رئيس مجلس الإدارة. وحضره أيضا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو المجلس وبقية الأعضاء. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 من بنى تحتية وملاعب وأماكن إقامة وإضافة للخطط والاستعدادات الأمنية للبطولة. استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري سعادة الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. وفي بداية المقابلة هنأ سمو الأمير سعادة الجنرال بمناسبة تسلمه لمنصبه متمنيا له التوفيق في أداء مهامه. ومن جانبه شكر سعادة الجنرال سمو الأمير المفدى على استقباله وعلى الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية وعلى جهودها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب. كما تناولت المقابلة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين لا سيما الدفاعية والعسكرية ومجالات تطويرها بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة. يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى فخامة رئيس بوتسوانا غدا في الديوان الأميري لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها. هذا وقد وصل فخامة الرئيس الدكتور موغو ييتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا إلى الدوحة مساء اليوم في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد عبد الله حسين الجابر سفير دولة قطر غير مقيم لدى جمهورية بوتسوانا وسعادة السيد ميني بديدزيا ليستيدي سفير جمهورية بوتسوانا غير مقيم لدى الدولة. بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.
بعث سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء في ضحايا التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة كويتة جنوب غربي باكستان، متمني سموه الشفاء العاجل للمصابين. وبعث معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة كويتة جنوب غربي باكستان، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين. افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بفندق الريتز كارلتون فعاليات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة للدولة ورؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة والمحكمة الجنائية الدولية. ويعتبر هذا الحدث العالمي الحقوقي أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب في منطقة الشرق الأوسط. هذا وقد دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر إلى إنشاء مرصد دولي للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات وتقديم المشورة وأيضا لدعم الدول في تطوير التشريعات والآليات. ندعو إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات وتقديم المشورة ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات. ونقترح أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية، كما ندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والدولية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب، ترفع إلى الجهات المختصة في منظومة الأمم المتحدة بغرض تطوير التشريعات والآليات في هذا المجال. هذا وقد تصدرت انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المتعلقة بها في سوريا فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب. واعتبر المتحدثون في المؤتمر إن ما يجري من انتهاكات في سوريا والتي وصل بعضها لمستوى جرائم الحرب واستمرار عدم مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم يمثل نموذجا لفشل المجتمع الدولي ككل. مناقشات ثرية شهدتها جلسات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، 4 جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل ناقشت أكثر من 20 ورقة عمل خلال اليوم الأول للمؤتمر. في هذه الجلسة المسائية نناقش حقوق الضحايا عن هذه الانتهاكات وكيف للضحايا أن يلجأوا للآليات الدولية والإقليمية لجبر الضرر ووجود محاسبة. فهاي الجلستين اليوم مهمات جدا من حيث تحديد الأطر القانونية حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمسألة المحاسبة وحماية المتضررين والضحايا. حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل لمكافحة الإفلات من العقاب هو عنوان إحدى الجلسات العامة، أكد من خلاله المشاركون الحق في المعرفة والعدالة والتعويض. لهم الحق في أن يعوض، لهم الحق في التعويض والإنصاف، لهم الحق في أيضا أن يحصلوا على الاعتراف من الجاني والاعتذار من الجاني. هذه جميعها مسائل أساسية حتى نحافظ على مجتمعاتنا وعلى السلم في المنطقة. هذا الحدث العالمي يعد أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط،
كما يعتبر منصة لتبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خاصة خلال فترة الانتقال إلى السلام. كيف نحقق هذا الانتقال الديمقراطي داخل مجتمعات ظلت تحكمها أنظمة استبدادية تهدر الحريات والحقوق في مختلف المجالات؟ وللأسف الشديد أن المنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من المناطق التي عانت كثيرا من هذه الآفة وهذه المأساة. مناقشات المؤتمر من خلال أوراق العمل البحثية المقدمة وجلساته العامة وفرق العمل المصاحبة تهدف إلى بلورة مقترحات عملية حول القضايا والمحاور التي يتناولها، باعتباره منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كل من سعادة السيد بيير أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. وسعادة السيد كارلوس نيجيرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسعادة الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وسعادة السيدة كاثرين مارشيو أوهيل رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. وجرى خلال مقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وهذه الجهات في مجالات تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وتنمية قيم المساءلة القانونية. استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة في المملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق. وجرى خلال مقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نظمت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة ندوة تعريفية وتنسيقية عن إجراءات يوم الاقتراع، وذلك بنادي الضباط لإدارة العامة للدفاع المدني بحضور رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع. وقدمت اللجنة الإشرافية شرحا عن العملية الانتخابية بدءا من تسجيل الناخبين والتصويت إلى الفرز وإعلان النتائج، مؤكدة اكتمال الاستعدادات في 25 دائرة انتخابية لاستقبال الناخبين في 16 من أبريل الحالي. في الحقيقة احنا ان شاء الله يوم الثلاثاء بتكون هناك 25 دائرة من اصل 29، حيث اربع دوائر فازوا بالتزكية. بشكل عام ندعو ونحث الناخب القطري ان يتجه الى مراكز الاقتراع ليعبر عن رأيه، ليختار من يرى من هو في مصلحة وطنه ومصلحة دائرته بإذن الله. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. الاستثمار في هذا الإنسان بالطبع يعود بعاد كبير على عملية التنمية بصورة مجملة. علاقة السكان بالتنمية المستدامة محور منتدى بجامعة قطر. هالمكان ياخذني في رحلة عبر الزمان ويعرفنا على الماضي أكثر، نمشي فيه على خطى الأجداد، نكتشف الأصالة والأمجاد. في هالمكان نعيش حياة الأوليين بعاداتهم وثقافتهم، نحس بآمالهم خوفهم وأحلامهم،
نكبر مع بلادنا ونشوف شلون ماضينا يحضن مستقبلنا. هني نحس ان احنا جزء من كل انجاز، والحين بدينا نقطف ثمار رحلتنا في المكان اللي يروي قصتنا. أهلا بكم من جديد. انطلقت فعاليات المنتدى الأول للسكان والتنمية المستدامة، حيث يناقش المشاركون فيه علاقة السكان بالتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2018-2022 والسياسة السكانية للدولة، إضافة إلى السياسات العملية والسياسات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة. جامعة قطر والمؤسسة القطرية. لأن السكان هم اللبنة الأساسية لجهود التنمية المستدامة، جاء هذا المنتدى ليجمع نخبة من القيادات في مجالات شتى لبحث واقع السكان في دولة قطر ودراسة التغيرات الديموغرافية الحالية وما يستجد عليها بهدف زيادة دور السكان في خطط الدولة التنموية. كما هو معلوم أن الحجر الزاوي في أي عملية تنموية هو الإنسان، وبالتالي الاستثمار في هذا الإنسان بالطبع يعود بعاد كبير على عملية التنمية بصورة مجملة. احنا حقا عندنا محاور عديدة، لكن انا احب اركز على المحور الخاص بالتنمية البشرية وعلاقتها برأس المال الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في دولة قطر. تكمن أهمية هذا المنتدى كونه وقفة نستطيع أن نرتكن إليها لتقييم مدى تحقيقنا أو مدى مواءمتنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلينا نقول أين ممكن أن تكمن الفجوات في دعم الفئات المجتمعية وكيف ممكن أن احنا نتغلب على هذه الفجوات. كم واسع وعريض من المواضيع الشائكة يبحثها المنتدى على مدى يومين، تركز على محاور عدة هي التركيبة السكانية وأثرها على التنمية المستدامة، السكان والصحة العامة، رأس المال الاقتصادي والاجتماعي، دور المؤسسات المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذا إلى جانب بحث دور الشباب والسياسات الأسرية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. المعهد يهتم بمناصرة السياسات وعمل دراسات لوجود الجوانب التي تؤدي إلى التماسك الأسري. طبعا الجوانب هذه مثل رفع مستوى الإنجاب مثلا خصوصا في المجتمع القطري، بالإضافة إلى التحديات اللي تواجهها الأسرة مثل الطلاق والمشاكل التي تؤدي إلى تفككها. تعود أهمية هذا المؤتمر وانعقاده في رحاب جامعة قطر ذو أهمية كبيرة جدا، أولا أنها في رحاب الطلبة وطلاب العلم سواء من الأساتذة والباحثين أيضا في مراكز البحث العلمي المنتشرين في جامعة قطر، وبالتالي أيضا هناك جمهور آخر من خارج الجامعة حضروا إلى هذا المنتدى. من المنتظر أن يتمكن المشاركون في هذا المنتدى من صياغة حلول محلية قابلة للتنفيذ بما يخدم تسريع عجلة التنمية المستدامة في الدولة. والآن مع الجولة الاقتصادية مع الزميل سيف. إليك سيف. شكرا عبد الله، وأهلا بكم إلى جولتنا الاقتصادية. أظهرت البيانات الربعية التي أصدرتها جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي سجلته سنة 2018، حيث نما بنسبة 15% إلى نحو 699 مليار ريال. كما تميز العام الماضي بقوة إنتاج القطاعات غير النفطية، مسجلة خلالها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 8.5% وبقرابة 4.7% بالأسعار الثابتة، فيما سجل قطاع النفط والغاز نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 28.8%،
فيما انخفض بالأسعار الثابتة بنسبة 2%. وقع مجلس الأعمال القطري الروسي اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات الاستثمارية، وذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عقد في موسكو، حيث جرى استعراض الاهتمامات المتبادلة في المجالين التجاري والاقتصادي. وترأس الجانب القطري في الاجتماع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال، فيما ترأس الجانب الروسي السيد أحمد بلانكويف. كشف السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة عن خطة استراتيجية لتملك 10 جيجاوات في السوق العالمي بحلول عام 2026، على أن تستحوذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على ما نسبته 35% من استثمارات الشركة. وحول توسع الشركة من الناحية الجغرافية، قال إن محفظة أصول الشركة توسعت لأكثر من 7 أصول بقيمة تصل لحوالي 6,800,000,000 ريال قطري حاليا. أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة قطرات للإنماء الزراعي لتزويد الشركة القطرية لخدمات تموين الطائرات بمنتجات طازجة سيتم تقديمها على متن رحلات الناقلة القطرية المنطلقة من الدوحة وفي مختلف صالات مطار حمد الدولي. وتستعرض هذه الاتفاقية التزام الخطوط الجوية القطرية بالمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة استثمار القابضة على توسيع مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5% من القيمة الإسمية للسهم عن السنة الماضية، كما أقرت كذلك ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، في حين تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني. السنة على صعوبة الأوضاع بقطاع الإنشاءات تمكننا من تحقيق أرباح زادت نسبة ربحية السهم 43% مقارنة مع السنة الماضية، فالنتائج الحمد لله كانت إيجابية. توقعنا 2019 بإذن الله بتكون كمان أقوى، متوقع نمو على عائد على السهم كمان خلال السنة هاي، مش بنفس النسبة اللي حققناها بس الحمد لله بنتوقع نمو على القليلة 4-5% إن شاء الله. حققت شركة الكهرباء والماء القطرية صافي ربح بلغ 309 ملايين ريال للربع الأول من العام الجاري، وقد بلغ نصيب السهم للربع الأول من العام الجاري 2.81 ريال، في حين بلغت مبيعات الشركة للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مبلغ 539 مليون ريال. تراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية أولى جلسات الأسبوع بنحو ربع النقطة المئوية، وقد سجل 10,235 نقطة، أما قيم التداول فقد ناهزت 245 مليون ريال، فيما زادت أحجام التداول عن 16,600,000 سهم نفذت من خلال 4,600 صفقة تقريبا. نهاية جولتنا الاقتصادية، وعودة الآن إلى عبد الله وبقية النشرة. تفضل عبد الله. شكرا سيف. وفي الرياضة، توج فريق الاتحيل بطلا لدوري قطر غاز تحت 23 سنة للعام الثاني على التوالي على ملعب عبد الله بن خليفة بالاتحيل. الاتحيل المتصدر واجه فريق الاخريطيات متذيل الترتيب ضمن الجولات 20 من البطولة، وانتهت المباراة بثمانية اهداف دون مقابل صالح الاتحيل. وبهذا الفوز الكبير حصد اشبال المدرب الجزائري مجيد مقرة لقب دوري تحت 23 سنة هذا العام، وقبل جولتين من الختام متقدما على العربي الوصي بفارق 20 نقاط. تأهل فريقا السد والريان إلى الدور النهائي لبطولة كأس سمو الأمير المفدى لكرة السلة للرجال المقررة الثلاثاء القادم على صالة الاتحاد بالغرافة. ويطمح الريان والسد إلى تحقيق لقب كأس سمو الأمير المفدى لكرة السلة بعد أن توج الشمال بلقب الدوري والعربي بكأس قطر هذا الموسم. يلتقي فريق الغرافة والسد في المباراة النهائية لبطولة كأس قطر لكرة اليد مساء غد على صالة الاتحاد الرئيسية. وقد تأهل الغرافة حامل اللقب في المباراة الأولى للدوري قبل النهائي على حساب الاتحاد، فيما صعد السد للنهائي
بعد فوزه على الوكرة بطل الدوري في الدوري نصف النهائي الثاني. موسم استثنائي كذلك الوطني. اختتمت منافسات بطولة عبد الله عبد الغني وأخوانه الدولية المفتوحة للشطرنج في نسختها الثالثة التي نظمها الاتحاد القطري للعبة. نجاح كبير لمنافسات النسخة الثالثة من بطولة عبد الله عبد الغني وإخوانه الدولية المفتوحة للشطرنج التي نظم الاتحاد القطري للشطرنج في برج تايوتا بمشاركة 75 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات، من بينهم عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية، وتوج بلقبها الموريتاني سيدي بوضياء. دائما يعني شركة عبد الله عبد الغني مهتمة في الشطرنج، وهالبطولة تقام أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في السنة، ويستاهل الموريتاني صراحة. فاز يعني بكسر التعادل، جيم حار جدا في الأخير ويستاهل. البطولة أقيمت بطريقة الكلاسيك وفقا لنظام فيشر السويسري من 5 جولات بمعدل 60 دقيقة لكل مباراة و30 ثانية لكل نقلة ضمن الرزنامة الخاصة بالاتحاد الدولي. هي الدورة للعام الثالث على التوالي تتطور من صعب إلى أصعب، نتيجة لأن في مواهب بدأت تظهر، في لاعبين يتدربون وبالتالي في استعداد، بالتالي ليست البطولة هي فرصة للناشئين اللي يتطوروا، فرصة للاعبين الخبرة لكي يحتكوا بالمواهب الجديدة، وفرصة أيضا للاحتكاك بلاعبين أقوياء، وبالتالي هذا ما يفسر دائما أنه البطل يحسم في الجولة الأخيرة أو بكسر التعادل. البطولة أفرزت مستويات فنية رفيعة وخاصة من لاعبين منصور لاري وصالح الحر وخلود الخليفي وعبد الله عبد الحميد الذين نجحوا في إبراز المستوى المتطور للشطرنج القطري. وفي الختام هذا تذكير بأهم العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2019. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي يستقبل سعادة الجنرال قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي يستقبل غدا فخامة رئيس بوتسوانا لبحث تطوير العلاقات الثنائية. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب ويستقبل عددا من الوفود المشاركة. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يستقبل سعادة وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة في المملكة المتحدة الصديقة. كما يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على موقع اليوتيوب وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. نهاية النشرة، في أمان الله.